أعزائي الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا. اليوم الحلقة ديال اليوم بغينا نتكلموا فيها واحد السؤال اللي طرحوه العديد من المواطنين والمواطنات المغاربة، وبالخصوص منهم المقيمين بالخارج وكذلك بالداخل. إذا واش أبناء الجالية المغربية بالخارج يعني ملزمين بالخدمة العسكرية الإجبارية أو ما يسمى بالتجنيد الإجباري؟ نعم أو لا؟ موضوعنا ديال اليوم هو موضوع التجنيد الإجباري بالمغرب، وشكون هما الناس اللي معفيين من هذه الخدمة، وشكون هما الناس اللي مفروض عليهم أنهم يؤديوا هذا الواجب الوطني طبقا للمادة 38 من الدستور المغربي. فمن طبيعة الحال أن الأمر واضح في الفصل 38 من الدستور المغربي اللي كيقول: يساهم كل المواطنين والمواطنات في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية اتجاه أي عدوان أو تهديد. فهنا كيتكلم على الكل والجميع، واللي من طبيعة الحال المساهمة ديال كل المواطنين، هنا كيقول كل المواطنين يعني بدون استثناء، للدفاع عن وحدة الوطن وعن الحماية ديال البلاد من طبيعة الحال كيف جميع بلدان العالم. القانون كيحط يعني المعايير والسن المحددة والشروط اللازمة للانخراط في هذه العملية ديال التجنيد الإجباري. التجنيد الإجباري من طبيعة الحال كاين في عدة دول، إلى ما قلتش أغلب الدول في العالم، اللي كتنص عليه القوانين ديالهم والدساتير ديالهم باش يحميوا البلدان ديالهم. من طبيعة الحال المغرب كباقي بلدان العالم طلقت عملية إحصاء المرشحين للتجنيد الإجباري يوم 9 أبريل الجاري يعني 2019، بعد ما كان في المغرب يعني هذا المرسوم ديال 1966 واللي كيحتم على جميع المواطنين المغاربة أنهم يؤديوا هذه الخدمة العسكرية كان آنذاك يعني في مدة 18 شهر. ومن بعد في 2006 في الحكومة ديال إدريس أجطو اللي لغات هذا التجنيد الإجباري. لكن في 20 غشت 2018 صدقت الحكومة الحالية أي حكومة سعد الدين العثماني على إعادة التجنيد الإجباري للمواطنين والمواطنات اللي كتروح الأعمار ديالهم بين 19 و 25 سنة. إذن الأسئلة اللي كتطرح بكثرة خصوصا في أوساط الجالية المغربية اللي كتسأل واش الأبناء ديالهم ملزمين بحكم على أنهم مواطنين مغاربة، وكينطبق عليهم نفس القوانين اللي كتنطبق على جميع المواطنين المغاربة بالداخل. القوانين كتطرق لهذا الجانب اللي كيهم شريحة واسعة من أبناء المغرب خارج أرض الوطن في جميع بقاع العالم. فمن بين ما جاء في هذا القانون هذا واللي كتكلم عليه يعني المادة 12 من القانون 44-18 اللي كيعفي أفراد الجالية المغربية بالخارج وكذلك النساء أو الفتيات أو الشابات المغربيات من هذا التجنيد. وباش نوضحوا أكثر على أن أفراد الجالية المغربية غير ملزمين بهذه المسألة، يعني ماشي إجباري، ماشي بزز عليهم على أنهم يؤديوا الخدمة العسكرية، إلا إذا كانوا هما بغاو هاد أفراد الجالية أو أبناء ديالهم على أنهم يدوزوا التجنيد، فمن طبيعة الحال من حقهم على أنهم يدخلوا الموقع المخصص لهذا الغرض ويسجلوا يعني المعطيات والمعلومات الشخصية ديالهم، بالإضافة من طبيعة الحال إلى التسجيل القنصلي ديال البلد اللي كيتواجدوا فيه. نفس الشيء بالنسبة للشابات اللي كيتواجدوا داخل أرض الوطن واللي كتروح الأعمار ديالهم كيف قلنا ما بين 19 و 25 سنة. إذا نتمنى أن الحلقة تنال الإعجاب ديالكم وأنكم تستفدوا منها، وإلا كانت أسئلة أخرى أو أشياء اللي يمكن لنا أننا نناقشها معكم فأهلا وسهلا. إذا إلى هنا سيداتي وسادتي نودعكم وإلى أمل اللقاء بكم في فرصة قادمة.